صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على جميع المصريين اللي في الحقيقة بيحتفلوا سواء مسلمين أو مسيحيين بأعياد كده ورا بعض، عايشين أجواء حلوة جدا. ربنا يديم علينا الأعياد وأيام الفرح والمحبة. أخواتنا المسيحيين بيحتفلوا بعيد القيامة المجيد، ومبارح كانت الأجواء كلها فرح ومحبة، شفناها على السوشيال ميديا وشفناها في كل حتة. الناس في السوشيال ميديا شاذلي ابتدوا المسيحيين يقولوا للمسلمين احنا افطرنا قبلكم، والمسلمين يعيدوا عليهم والعكس كمان. فعشنا كده عايشين أجواء حلوة قوي، كنا يعني عايزينها، عايزين نفرح وعايزين نبقى نحس بالاجواء الحلوه دي والمحبه والاخوه. صحيح كانوا مبهدلين الدنيا لحمه امبارح. ايوه الساعه 12 بالليل كله عمال ياكل. كل سنه طبعا وكل اخواتنا المسيحيين بالف خير. احنا دايما بنشوف المسلمين وهم موجودين مع اخواتهم المسيحيين في الكنائس في اجواء كلها ود وكلها اخوه، وده الحب الحقيقي اللي ما بيتزيفش ولا بيستخبى كمان، واللي دايما بيظهر في كل المناسبات سواء كانت مناسبات تخص المسيحيين او تخص المسلمين. الكل بيفرح مع بعض، والعيد دايما يا بسنت بيبقى عادي. ده حقيقي، احنا شفنا حتى الكنائس فيها ساعات مسلمين كمان يكونوا موجودين بيباركوا للمسيحيين. كل سنه وكل اخواتنا الاقباط بالف خير وبصحه وسعاده. عيد سعيد على الجميع. مفيش احلى من الاجواء اللي بنعيشها دلوقتي، الايام دي كلها بركه كده واعياد واجواء روحانيه حلوه. والسنه الثانيه المسلمين والمسيحيين بيصوموا مع بعض وبيعيدوا مع بعض. امبارح كمان يا بسنت وهم بيحتفلوا بعيد القيامه، احنا طبعا كنا ليله وتريه امبارح، كنا في انتظار ليله القدر من الليالي المباركه، ليله 23 رمضان دي ليالي طبعا اللي بنتحرى فيها ليله القدر كمان. ربنا يتقبل يعني الصيام والصلوات من الكل، وربنا يجعل ايامنا كلها اعياد ويديم علينا وحدتنا ومحبتنا اللي بتجمع قلوبنا كلنا. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.